ديالي افكار وحيه المهوده. صراحه كنفكر باش نبدل السميه ديال القناه، محتاجه بزاف الاقتراحات ديالكم، محتاجه واحد الراي ديالكم فواحد الحاجه. دابا انا كما كيعرفوا بعض الناس انني البروجي اللي كنخدم فيه هو لي بوفي ديال زياده واعياد الميلاد والحفلات، هاد الدومين ديال الحفلات. دونك انا هذا هو الاختصاص ديالي، والانستغرام ديالي عندي جوج ديال الانستغرام، عندي واحد بوفي شي بودا وواحد اخر مخليه زعما على حساب القناه. و صراحه باش نجري جوج ديال لي انستغرام كتجيني بزاف، شي مرات هذاك كنساه ما كنحلوش، ما كنبوستيش فيه هكا دي فوتو لي ستوري وداكشي، جاتني صعيبه. و ميم طو كيعرفوني الناس بزاف بوفي شي هودا، يعني هذه هي باش معروفه اكثر بحكم ان الناس تعاملوا معايا بزاف، وهذه داكشي علاش دونك كيعرفوني بهذه السميه افكار وحيه المعهوده، يعني خاصه غير القناه قليل اللي كيعرفها. انا محتاجه الراي ديالكم، واش نخلي افكار وحيه المعهوده اولا ندير يوميات بوفي شي هودا، شنو بان لكم؟ بحكم كما قلت لكم ان لابار ديال بوفي شي هودا هي لابار اللي كبيره وهي اللي كيعرفوني فيها الناس بزاف. المهم تخليو لي عافاكم الراي ديالكم في لي كومونتير، الراي ديالكم كيهمني بزاف، وان شاء الله داكشي اللي قلتو ليا ان شاء الله هو اللي غادي ندير. صافي بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نوجد معكم هكا الفطور، شي شهيوات ساهلين ماهلين كيف ما العاده، ما كياخذوش الوقت بزاف. دابا خمسة وقسم، دابا دخلت انا للكوزينه صراحه. شنو نقول لكم، ما كندوش وقت كبير في الكوزينه، ما نكذبش عليكم، سورتو هاد اليومين الاولى ديال رمضان ما صورت لكم، صحوا لي بزاف ما تشاركش معكم الوصفات اللي درت وداكشي، كنت شي شويه عيانه وصراحه ما كانش عندي المغار باش نصور، دونك كنفضل انني باش اللهم ما نصورش، اولا نصور ندوز لكم شي طاقه سلبيه، ندوز لكم غير الشكا والمرض ما كايناش. ان شاء الله غادي يكونوا غير الحوايج زوينين في هذه القناه. المهم غادي ان شاء الله اليوم ندير واحد لاصوب ديال الخضيره مع هاد لي بروشيت ديال لازات، هما غادي انا وجدتهم هنايا، وما ان شاء الله اللي غادي ندير واحد الوصفه ساهله ديال واحد لاصوب خضيره كتجي زوينه. انا صراحه درت الحريره دوزت بها النهار الاول والنهار الثاني، واليوم غادي ندير هاد لاصوب ديال الخضيره، غادي ندير كنطون واحد العصير حتى هو غادي نشاركو معاكم، وهكا غادي ندير سلطه وكغاطا ولا سلطه مع شي حاجه اخرى، والله مازال لي زيدي ما مقاديرش مزيان فراسي، ولكن هانتوما معايا الحاجه اللي وجدتها راه غادي نشاركها معاكم. هنايا غادي نبدا باول حاجه، هنا شعلت البوطه، غادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده، نزيد واحد شويه باش ما نشحر هاد البصله ديالي، هنايا عندي بصله هكا مشلضه صغيره، عندي هنايا خيزو مقطع هكا دوار دوار، وعندي هاد القريعات كورجيت حتى هي مقطعه دوار دوار. بالنسبه للخضره تقدروا ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا خيزو وبطاطا وكرعه وبطاطا اللي كيعجبكم اولا اللي متوفر عندكم. هنايا كما قلت لكم عندي هاد طريفات ديال لادان مقطعين صغار، شويه البوطه هكا، اما ديروا هاد لادان بحال هكا وديروا الطريفات ديال الدجاج. غادي نجيب العطريه اللي غادي تخصني وحدايا، اول حاجه غادي نديرها هنايا هي غادي ندير هاد البصله هادي تشحر ليا واحد شويه، نزيد عليها شويه ديال البودر ديال الثوم،
هي تقدروا تعوضوها بثومه اخرى عاديه. غادي نزيد عليها هاد الطريفه ديال اللدن، نضيف شويه الشحر، نقطع عليهم هكا باش نرجع عليهم هذاك الصاج، واحد شويه ونزيد عليهم الخضيره والعطريه. كما كتشوفوا هنا راه تسحر لينا هاد البصيلة شوية مع هاد لادان، الطريقة ديال لادان. غادي نزيد هنايا واحد جوج معلقات ديال الفورص، هاد الفورص هذا هو لي كيختار لينا هاد لاسوب باش كتجي زوينة. المهم معمرش بزاف هاد المعلقات لي درت، غادي نحرك مزيان ندمج هاد الفورص هذا. غادي نزيد دابا هاد الخضيرة، تاهي تشحر ليا مزيان. هنا غادي نزيد العطرية، عندي هنايا شوية ديال البزار، عندي شوية ديال سكنجبير. ندير هنا الماء كيسخن في البويا باش هو اللي غادي نبلل به، ما كنبغيش ندير هكا الماء بارد. ناخذ شويه ديال الملحه، الملحه هي باش تقع التكورات، ندير هكا شويه ديال الملحه. هادي خوات ليا الصراحه خصني نعمرها، معتمدات الملحه ولات كتكور بحال هكا. غادي نزيد هنايا واحد المعلقه ديال القزبر ومعدنوس حيت كيعجبني، اختياري تقدرو ديرو ولا مديروش. لي بغا يزيد صراحة نزيد واحد شويه ديال زيت العود. غي شويه مغاديش ندير اكثر بزاف، زيت العود صراحة كتجي زوينة. نخلي هاد الخضيره تشحر واحد شويه وغادي ندوز باش ندير الماء بلل. كيفكم قلتلكم غندير هكا الماء ديالي راه وسخان ديجا صافي. هانتوما هادشي تشحر ليا، غادي نزيد ندير الماء. القياس العادي طيب ليا في هادشي، معرفتش وقيلا جاتني بحال هاد الطنجرة لي درت صغيرة، هي هي الكبيرة عندي هادو منهم ثلاثة، هي الكبيرة فيهم زعما. المهم أنا درت هنايا الما، من بعد نطيب غادي نزيد غي شوية ديال الشعلية وشوية ديال لاكخان فخاش، واللي معندوش لاكخان فخاش راه يقدر يعورها يقدر يعوضها ب يعني شكون كيبقى عليا بحالي صافي. كنت وصلت لهاد الوقيته كتبدا تخالط ليا الهضره. قلت لكم يقدر يعوضو بهذا بدارون مشوش، هو كيجي زوين كيعوض لاكخان فخاش. بالنسبه للقشطه اللي غنستعمل انا غندير هادي، هي اللي غادي ندير تكون مالحه ما تكونش حلوه، هادي اللي كنديرو في الطبخ صافي. هادشي كنخليها طيب هادي على خاطرها وندوز انا باش نحضر معكم حاجه اخرى. هنايا قررت ندير واحد الشريطه ديال الرز، ديال هاد الصوب ندير هنايا الرز. الرز كيكتر مبغيتش صراحة كتر، هادي هي الرز جبت صبق مدرساش في البلاطة ديالها. طبعا ندير
فيه الماء هنايا شويه الملح باش يتسلق، وبعدين نوريكم واحد العصير غادي نديرو معاكم، حتى هو كيجي صراحه زوين، كيجي منعش في الرقيصه. ديرو غادي يتسلق هنايا، ناخذ شويه ديال الشعريه وغادي نديرها في هاد لاصوص ديالنا، نديرها واحد شويه صافي، فات لي شويه ملي غطيتها، داكشي علاش عريت هكا خديتها طيب غير بحال هكا صافي. غادي نطيب لي هاد الشعريه ديالي ونزيد لا كريم فريش صافي. كما كتشوفوا هنايا راه غلات لي هاد لاصوص ديالي، الشعريه حتى هي كطيب صافي. هنا غندوز نزيد هاد القشطه الطريه، اوبس ناري قلبتها، اتمنى النار فاقمه برصتني البوطه كتبان ليا قليله بحال غادي تقاضى، كنقولها تكمل ليا بعدا غير الفطور، ديك الساعه الا بغات تقاضى تقاضى صافي. غنحرك هاد لاكريم هادي مزيان، غنزيد واحد شويه ديال لاكريم صراحه كتعجبني فيها لاكريم زعما هكا زايده كتعطي واحد اللذه زوينه. انا هادي حيت كنت ديجا باديها، نجيب واحده اخرى كنستعمل واحده اخرى حتى هي صراحه زوينه خاطره، هادي واخا هكاك شويه زعما ما عقداش بزاف ديرو. تقدروا قلت لكم كيما قلت لكم قبيله الا ما عندكمش هاد لاكريم هادي ديال الطبخ، ديرو غير دانون مصوص، ديرو واحد جوج دانون مصوص باش تجيكم زوينه صافي. دابا غنخليها واحد شويه بما تختار و تذوب فيها هاد القشده هادي اللي درنا، وعاد نطفي عليها لا تعقد واحد شويه نوزد. دابا نوريكم واحد البطاطا كنديرها في الفران كتجي زوينه الصراحه، كتجي رائعه مابقيتش كنستغنى عليها، مابقيتش كاع تقريبا كنقلي بطاطا. هنا غادي ندوز ندير معكم هكا البطاطا في الفران كما قلت لكم كتجي صراحه زوينه. عندي هنايا ثلاثه البطاطا، تقدروا ديروا اكثر على حسب عدد الاسره، نقطعها بحال هكذا يعني تجي شويه غليظه ماشي بحال كما كنبغيو نديروها هكا الفريت. الطريقه اللي غنوريكم راه كنديرها الخيز والقريعه البطاطا اي حاجه في الخضره، وكندير بحال هكا لاطه كنجمع فيها كلشي كندخلها الفران، كتجي زوينه وسهله صحيه وكتهناو يعني كتجمعوا كلشي هكا كتدخلوه للفران وكتخليهم يطيبوا على خاطرهم. هي السر زعما في البنه ديالها كيفاش كتجي بنينه هو هاد الشرميله اللي غادي نديرو ليها صافي. ضروري ديروها هكا شويه غليظه لان مع الفران يلا يلا صافي. قطعت هادشي اللي عندي بالنسبه للعطريه غادي ندير هنا شويه ديال البزار، ندير شويه ديال التحميره الى عندكم حار بغيتو ديرو، انا ما غاديش نديرو حيت هاد اليامات فيا واحد الحرقه ما كنقدرش ناكل شويه الحار، داكشي علاش غادي نتفادى الحار. الا عندكم الحار ديروا فيها راه كيجي فيها زوين بزاف، انا راني مولفه كنديروا فيها. هنايا البودره ديال الثوم، تقدروا تعوضوها بالثومه العاديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال القزبره بعد نص، هانتوما البنات كزبور ومعدنوس ملي كيكون ناشف مزيان قبل ما كتقردوه مكيعذبكمش ملي كتبغيو ديروه، كيجي ساهل كيتهز دغيا من الفوق. أو غادي ندير تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت العود، أنا كندير عيني ميزاني حقاش مولفة كنصوبها، بغيتو تعبرو ديرو جوج معالق ديال زيت البلدية كيما قلتلكم كنشربلها بحال هكذا. أو شوية ديال الزعتر كنا غنصبو الزعتر تا هو كيعطي واحد النسمة زوينة، الزعتر غادي ناخدي شوية نحكو ها
صراحه جربوها كانت لحكم والله عرفتي كتجي زوينه بزاف. انا والله العظيم من نهار وليت كندير هاد الطاطا هادي نسيت شي حاجه سميتها فريت ما عرفتش بون بس هادي كتعجبني كتجيني ساهله وصحيه زعما اكثر. وهكا الا كنت غادي ندير خضره كندير مثلا الشرموله بحال هكذا كندير فيها طاطا هي الاولى كنعاود نزيد ثاني شويه ديال الشرموله كندير خيزو كندير القريعه كنقطعهم هكا طوال وكنشرملهم حتى هما بحال هكا كندير كلشي في الفران ما كندهن لا طاطا لا والو لان كندير هاد الورق ديال الزبده ما كيخليهاش تلصق. وهاد الزيت اللي درنا فيه هاد الزيت البلديه فهي كافيه صافي غنحركها مزيان. كما قلت لكم الا كنتو غديروا خضره اخرى كتقسموها هكا كديروا كل حاجه في جهه والله الا كتجي زوينه. انا بعض المرات هي اللي كندير وشي مرات الا كان عندي هكا ستيك ديال لادام حتى هو كندير ليه الشرموله ديالو بحال هكا نيت كنعس نزيد عليها غير شي شويه ديال لاموطاغ باش كتعطيه واحد البنه وكنديرو حتى هو هكا وكنخشي كلشي في الفران كتجيني في المذاق زوينه يا سلام وساهله كتخشي كلشي في الفران. انا من المحبين ديال اي حاجه كطيب في الفران صراحه. صافي غادي ندير بحال هكذا غادي نخليها واحد 5 دقائق هكا ولا 10 دقائق بما تشرب هاد العطريه وغادي نديرها في هاد لاطا ديال الفران والفران يكون سخون مزيان من الفوق ومن تحت وعينكم ميزانكم يعني كتدخلوها كتبقاو راه ديريها البيض كتخرجوها كتقيسوها بحال هكا بالموس وشطابت من الداخل وكتخليوها حتى كتحمر عاد كتقدموها. هنايا غادي ندوز نوجد معكم واحد العصير اللي كيجي صراحه لذيذ وساهل اقتصادي جدا لان ما كنحتاجوش فيه بزاف كنحتاجو هنايا تقريبا 3 الخوخات اولا الشهديه. انا هنايا كانت عندي الشهديه غسلتها مزيان وقطعتها وغادي نزيد معاه هذا المركز الحامض اللي كنصاوش معكم في فيديو قبل. هذا راه كينفعني بزاف في رمضان كنستعملوه بزاف الوصفات. هنا غادي ندير تقريبا 3 المعالقات وباش زوين كيعطي واحد النسمه زوينه للعصير راه كنديرو حتى مع الخيار صراحه والله العظيم كيجي زوين هو اللي وليت كندير بزاف. اما هكا العصير ديال الحليب ولا كيجيني ثقيل ما بقيتش كنقدر عليه سورتو في رمضان. كنزيد هنا تقريبا اترول لاروب ديال الماء المهم حيت انا عندي الكاس هنا ما كبيرش بزاف تقدروا اترول لاروب باش يجيكم زوين. صافي وكطحنوا كلشي ما كتزيدوا لا سكر لا حتى شي حاجه بحقاش راكم عارفين هذاك المركز ديال الحامض راه حنا ديجا دايرين فيه السكر باش كيولي لنا بحال هكا بحال السيرو. صافي غادي نجي هنايا نديرو فهاد الكويسات بحال هكذا كيعجبوني هاد الكويسات هادو كيوت فيهم هاد الايموجي وهاد اللعيبات بحال هكا الصراحه كيجيو زوينين. المهم هكا معينات باش كتبدلو شي شويه الروتين وصافي. صافي كنقدموه بارد كيجي زوين. انا ما كنصفيش تقدروا تصفيو هكا الا بغيتو كيبقى داكشي اختياري زعما كل واحد وكيفاش كيبغيه. صافي هنايا غادي ندير واحد الشليطه ساهله ديال الروز. الروز سلقته وصفيته غادي نزيد شويه ديال البزار شويه ديال الخل غير شويه ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش حامض. شويه ديال القزبر ومعدنوس صافي وغادي نزيد هنايا المايونيز والطون مايس فيه هكا من داك الماء اللي كيكون فيه. عندي هنايا طون وغادي نجمعهم هنايا بالمايونيز ملحة ما درتهاش لحقاش ديجا راه طون مالح وديجا سميتو ديجا فاش سلقت الروز درت فيه شويه ديال الملح. هادي غنحلها هنايا باش تجيني ساهله. هاد مايونيز ديال بيمة البنات راه كيما قلت لكم ديك النهار راه زوينه جربوها غادي تعجبكم. ها هو نخرجوا هنا شويه صافي ونخلطها مزيان وخليها تبرد شويه حتى نبغي نقدمها. هادي هي الطبيله ديالنا الطبيله ديالنا بسيطه متواضعه ما كنديرش بزاف ديال الحوايج باش ما يخسروش باش ما يضيعوش يعني كندير داكشي الاساسي اللي غادي نقدروا ناكلو. بالنسبه للبطاطا اللي صاوبت معكم ها كيفاش كتجي راه كتجي زوينه كتحمر كتجي مقرمشه. صافي هنايا ديك الشليطه اللي درت ديال الروز
درت شويه البيض مسلوق هنايا وزوقتها بشويه المايونيز، وهذه لا سوب اللي درت معاكم. صراحه هي كتجي زوينه بزاف، كتجي خاطره. صافي هنايا شويه ديال البطبوط كان، وهنايا كنحطوا شويه زيت العود والفرماج وداكشي اللي بغى شي حاجه كيديرها في الخبز. العصير اللي صاوبت معاكم ها هو حتى هو هنايا، وبره ديال اتاي بيان سور هذاك راه كنستغناوش عليه. وهادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، وان شاء الله كنوعدكم مازال بشي واش اخرين. تما واحد شويه ديال البيتزا كانت بقات من البارح سخنتها حتى هي، وصافي هادشي اللي كاين. حاولوا تمشيو على قياسكم على جهدكم، وديروا داكشي اللي غتقدروا تاكلوه. حاولوا ديروا هكا تشليدات، شي حاجه اللي تكون هكا صحيه، بعدوا بزاف من داكشي ديال المعجنات يكون كتير هكا في الطبله. راه داكشي ما كناكلوش غير غير العين اللي كتشهى وصافي. وهادشي اللي كاين. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشاركوا معنا وخليونا لايك وكومونتير، ونقول لكم سلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.